هنبتدي فقرة هنتغير مع دكتور رامي العناني استشاري جراحة التجميل، وأنا سعيدة جدا إن هو دايما معايا ومعايا القمر الكتكوتة اللي أنا بحبها جدا، لسه مكملة معانا حلقتنا من عرفة. طبعا كل البنات اللي استناها بيهرونا يا دكتور رسائل، شعرنا، بشرتنا، مش عارفة إيه، وحاجات كتير قوي نفسهم يعملوها، فأنا جبتها لك علشان إحنا ننصح البنات وننصحها. مش عاجبك الكلام تنصحوني لا تعملوا لي لا، بس هو فعلا السن ده يعني انا وصحابي اللي في سني كمان هو السن ده اللي بنبتدي نعمل فيه كل حاجه بقى تجميل بقى. ايوه هو السن ده فعلا. انا في سنك لو حد كان يقعد يقول لي لا عاوز اعمل برضه ما صح طبعا. مسامينا طبعا انت منوره، مش عارفه كبرتي ولا حلاوتي. لا بس انا فعلا يعني انا ماليش في التجميل خالص. أيوة. بس طبعا يعني لا ما هو طبعا خلاص ما مش محتاج يفرض نفسه برضه في مراحل كتير. اصل هو انت عارفه فكره التجميل عكس ما ناس كتير، وطبعا ابتدى الوعي في الموضوع ده اتحسن جدا. الناس دايما كانت متهيألها تجميل يعني احنا بقى فيك، بنعمل حاجات غلط، بنعمل حاجات مش حلوه، نغير في شكلنا، وده مش الحقيقي. احنا كتير جدا، وطبعا احنا لينا دعاء ليها باع في التجميل دلوقتي في مصر يعني على مستوى الاعلام العربي، قصه ان احنا ازاي بنلقي الضوء ايه التجميل اللي بيفيد البشر على مختلف كل الفترات العمريه، ورجاله وستات على فكره، اللي هو غير دار غير منتقد. ازاي ان انت ممكن تقدر تفيد نفسك جدا في كل المراحل العمريه. فكره منا دلوقتي زي ما انت بتتكلمي ان انت تجملها بالطبيعه طبعا، يعني بقول لها اصلا حافظي على ان انت تبقي دايما طبيعيه صح، ما تبقيش لا هي ما شاء الله طبيعيه. وهي حتى ايفن دلوقتي لما هي بتسأل حتى من قبل التصوير الحاجات عموما اللي بتبقى بالنسبه لها هي بتفكر فيها، كلهم في نفس الفترات السنيه والعمريه دي هي كله بيفكر في الحاجات أنا دي بشوف نفسها. انا بشوف ان في حاجات ممكن يعني مش تجميل ان انا بغير في شكلي على قد ما ببين الفيتشرز الحلوه. يعني دكتور التجميل ممكن يساعد الواحد ان هو يبين الفيتشرز الحلوه، مش لازم اغيرها. يعني شفت بقى عقله جدا انت ما شاء الله عليك، عايز اقول لك والله بجد يعني. بس هو الفكره بقى في ايه؟ عارفه دايما في السن ده بيبقى في حاجات مختلفه، بتلاقي حاجات ليها علاقه بالراس كده بالشعر، في حاجات ليها علاقه بالجسم، الحاجات اللي بتطلب مختلفه. يعني بنلاقي حاجات ساعات في الشيب اوف ذا بادي، تلاقي حاجات في الجسم مثلا معينه، بنبعد عن جراحات الشد بنشتغل على حاجات بسيطه ليها علاقه بالنحت الدهون بس على اساس ان الجلد ككواليتي حلو، كنوعيه الجلد كمان بتبقى كويسه لسه ماسكه نفسها. ده لما يبقى مثلا بنات عندهم مشكله مثلا في سمنه معينه حتت فيها بارزه شويه مضايقاهم. حتى دلوقتي من خلال تقنيات واتكلمنا عنها قبل كده، فكره الشد الايوني للجلد وتقنيه حديثه اسمها الجي بلاستي، ودي تقنيه عامله طفره كبيره جدا في امريكا دلوقتي. وانا عارفه قصه ان انا من الست دكاتره بس اللي بيعملوها في العالم، ازاي ان احنا بنحافظ على الجلد انه يشد بدون جراحات كمان. دي حاجات بقى تتطلب كتير قوي في الفترات السنيه دي. بالنسبه لمنا ممكن يبقى دي حاجات بقى بسيطه تانية ليها علاقه بس بالحاجات في البشره مع الشعر. وطبعا اتكلمنا في حاجات شبه كده، بس نحب مشكلة كل البنات ان كمان في فترة ثانوي المذاكرة والشد العصبي حول الجهاد طبعا ده حقيقي صحيح. انا شعري بيقع جدا جدا. هي كان شعرها كمان لسه بقولها ليه قصتي، انا عاوز اعرف ليه قصتي. ما احنا عندنا برضو حتة الفكرة ان الناس كتير لك قصة عشان يبقى صحي اكتر واقوى. بس هو برضو عارفة يعني دلوقتي بقى في حاجات كتير طبعا. لا هي قالت لي انا زهقت منه في حاجه ثانيه خالص. وطبعا بنحط عليه صبغه وبنحط حاجات بنجهده زياده. قريب انا طول ما انا شعري كان طويل ما كنتش بحط عليه صبغه، لما ابتدى يقع حطيت صبغه. لا مش لما ابتدى يقع اول، يعني انا لما اول مره قصيت شعري وصبغت في نفس الوقت، يعني قصيت وصبغت. ايوه ومن بعدها ما بطلتش بقى. قعدت كل شويه كل ما يطول اقصه واعمل له الوان مختلفه، فطبعا اجهده جدا طبعا. هو يعني طبعا. وانا الفتره اللي فاتت كان عندي مذاكره وامتحانات وكده، فشعري الفتره دي بيقع. بس هو طبعا الفكره فيه لازم اي حد بيشتكي من تساقط الشعر لازم يبتدي ناخد ليه تحاليل عشان نقدر نطمن عليه صحيا عامل ازاي. ان ساعات بيبقى في ناس عندهم مثلا فور اكزامبل في اسباب عضويه كتير على فكره بتؤدي، وساعات في فيتامين زي الفيتامين دي مثلا، وفي مخزون الحديد نفسه في الجسم بخلاف الهيموجلوبين نفسه في صوره الدم مثل الانيميا. ممكن تلاقي حد يبقى عنده مش باين قوي عليه اعراض الانيميا لكن مخزون الحديد في جسمه قليل. في بعض التحاليل لازم الاول بتكون بتتعمل. بالاضافه لكده بقى في جلسات كتير منها حاجات جاهزه بتبقى زي عوامل النمو بتحط للشعر، في حاجات زي البلازما واتكلمنا عنها قبل كده،
قد ايه انها حاجه طبيعيه من جسمنا بنسحب علينا على طول كل دعاء انستجرام الناس عارفها. ايوه صح، عملنا انا وهي حاجات كتير كده. فبالتالي البلازما من الحاجات اللي بتمد فعلا الشعر بكل المواد الطبيعيه او الحاجات اللي بتبقى محتاجها دايركت. ثلاث اسابيع شهر. انا بس يعني انت انا فاهم كل حلقه انا بقوله بس هو برضه الناس عاوز تتاكد دايما. يعني ده ممكن يعالج هيفرق جدا بالظبط. يفرق جدا في تساقط الشعر ويعالج ويقوي فروه الراس ويساعد على نمو الشعر بشكل سليم ويبقى صحي اكتر. بالنسبه للبشره بقى ساعات بنلاقي حاجات كتير وممكن من هذا القبيل برضه. هي بشرتها دهنيه. بشرتي اويلي جدا وفي نفس الوقت هي سنسيتيف جدا. تمام. شويه تراب او حاجه ممكن يعمل لي كلوك بورز مثلا. يعني يعني البشره الاويلي دي يعني في دكاتره قبل كده دكاتره مثلا لما كنت بروح لهم ان هي فعلا محتاجه روتين يعني ان انا اخد بالي منها في حاجات كتير سنسيتيف جدا. طبعا طبعا البشره الدهنيه دي على قد ما هي جميله ومع الوقت ما بتعجزش بسرعه بنش عليها الحاجات وكده بتبقى صغننه لسه بدري بديك العمر يعني. لكن احنا اللي بنتكلم فيه ده بيكون مكسب لناس كتير. فكره ان هم يبانش عليهم الايه السن على حسب البشره على يعني عكس بقى البشره الجافه. لكن بقى لهم مشاكلهم بقى البشره الدهنيه دي دوب انا تعب ولا جامد فكره ال سلام عيني من البشره الدهنيه كمان فكره ان احنا يعني اولا موضوع الحبوب دي لما بتبقى بتترسب دهون احنا عارفه عندنا غده بتفرز دهون بتترسب تحت الجلد وبتسد المسام نفسها فبتبتدي تعمل بامبس تعمل كده ايه امتلاءات وحاجات بسيطه دهنيه حبوب بالظبط لما بيحصل فيها ساعات كمان التهابات اللي هي بتبقى حمراء وفي ممكن تلاقي سودا الحاجات دي بقى كلها محتاجه ان احنا نعيد تاني المنظومه دي انها اوكي نقلل شويه الافرازات الدهنيه بس مش جامد قوي عشان ما يحصلش جفاف للبشره فيقلب بشكل تاني عكسي يعني. فبالتالي ازاي ان احنا نقلل الافراز الدهني ده عن طريق بقى حاجات كتير احنا بنتكلم عنها. اولها في انواع معينه للتقشير. التقشير نفسه في حاجه اسمها تقشير الحبوب. ده تقشير الحبوب ده من الحاجات اللطيفه جدا اللي بتساعد ان الجلد يعني ما يفقدش توازنه عشان بيبقى فيه حبوب ساعات على فكره بتعمل تنشيف للجلد ده من اساليب العلاج مش غلط بس لازم ليها ضوابط برده. في ناس ما بتقدرش بشرتها تستحمل الحبوب دي الحبوب اللي احنا نبلعها يعني راس كده بتبقى ادويه بتاخد الحاجات زي دي تابلتس كده بس دي بتبقى لها مشاكلها انها بتشتغل على مستوى الجسم ككل تاخدها في البق فالجسم كله بيتاثر بيها بالظبط مش معنى كده انها غلط بنوصفها للناس بس في استعداد ناس يقدروا يستحملوها وناس لا عشان كده بقى في حاجات معينه بتستخدم لوكال موضعيه فده تقشير الحبوب بالاضافه ليه بقى عارفه احنا دايما بنقول ان الافراز الدهني اللي بيحصل فيه الناس دايما بتفتكر يا دكتور انه التقشير ده حاجه صعبه فلا لا انا مش عاوز اعمل تقشير علشان بيخافوا بقى ان هم هيقعدوا اسبوعين من غير تلتهب انت عارفه والله العظيم احلى حاجه في دعاء ايه ان احنا بنقعد انا بتكلم طبي تقوم هي تجيبني الاسئله اللي بتسالها على طول فباخد بالي ايوه صح هي دي هي بقى اصل الانستجرام والحاجات دي عندها تلاقي انهيارات هي الناس تدخل دايركت عايزه اعرف كده فبتقول ايه يقول من الاخر هي دي الحتت المهمه اللي هم احنا قاعدين انا بشرح واستفيد في الموضوع بس هي ده صح. التقشير ليه انواع في تقشير بيبقى قوي بحيث ان هو ليه داون تايم ليه ان انت محتاج انك تقعد في البيت مثلا 10 ايام اسبوع لحد ما يتبقى ايه ان هي ما يبقى البشره حساسه وفي تقشير بيبقى ستيجد وده اللي انا بتكلم فيه بيبقى مرحلي يعني انت تقعدي مثلا الجلسات اللي احنا بنتكلم عليها دي بتبقى جلسه اسبوعيه او كل اسبوعين بحيث ان ملهاش داون تايم ملهاش حته انك تقعدي في البيت بالذات الناس اللي بتشتغل صعب قوي ان هم يقعدوا اسبوعين فبيبقوا عايزين حاجه انفع اعملها بسرعه وانزل تاني يوم. صح ما ده بقى اللي كنت عايز اقوله برضه ان احنا في انواع تقشير ثانيه بتلاقيها اسبوعيه او مثلا كل اسبوعين ده ما بقاش داون تايم دي بتبقى انت بتعمليها وممكن تمارسي برده حياتك وتروحي مفيش فيها مشاكل مش بتحتاج وقت مثلا الوش يقشر فيه لا ما بيحصلش بقى الحته دي بقى بيبقى التقشير مش ملاحظ بيبقى حاجات كده فاين قوي بسيطه قوي غير ملاحظه عادي خالص. بالاضافه لكده يعني احنا قلنا ان الموضوع فيه تراكم دهون تحت الجلد عامله البامبس دي وبيجي بعد كده ممكن عند بعض الناس يحصل التهابات فتلاقيها مثلا تحمر وتسوق في حاجات بقى كتير وتلاقيها هي مرحله الجلد نفسه لما يحصل فيه الالتهابات دي ازاي بقى ان احنا نضرب الالتهاب اللي موجود ده كمان باول وسيله عشان تنشيف الحبوب للتقشير. طب حته بقى الالتهاب ده نفسه انواع البكتيريا في علاج اسمه العلاج الضوئي. العلاج الضوئي ده من الحاجات اللي بتموت البكتيريا اللي بتساعد على ان الحبوب دي تكتر فبتدي نعمل ايه في بروتوكول بيتعمل لعلاج الحبوب دي نفسها ان احنا بنعمل جلسات تقشير وجلسات علاج ضوئي. جلسات تقشير حبوب مش تقشير عادي
يعني ده ملوش علاقه بالتصبغات بقى لا ده الاقشير حبوب هو معمول لكده يتعمل بالتبادل مع العلاج الايه يعني مثلا العلاج الدوري ده بالظبط بنعمل مثلا ده تقشير مره وده يتعمل بيبقى مثلا كورس الدوري. بقى كورس كورسز بالظبط تختلف على حسب السيفيريتي والدرجه اللي عند كل شخص بس بنلاقي مثلا الغالب 3 جلسات 3 جلسات ده الغالب بالنسبه للناس حسن. جدا لا هو ممكن من بعد كمان جلسه وجلسه جلتين يعني في كل ناحيه جلسه من دي وجلسه من دي تلاقي ابتدت الدنيا تهدى جدا عن الاول بيفرق جدا بالذات ليه ان كان العلاج اللي عكس الكلام ده كان بيبقى حاجه سيستميك زي ما قلت من شويه علاج بيتاخد عن طريق البق فبالتالي وكان بيشتغل على ناحيه واحده وهو يعني تقليل الافراز نفسه بتاع الدهون اللي تحت الجلد ما بيشتغلش على نوع البكتيريا هو مش بينشف اصلا الوش بس انا جربته في مره يعني فتره جربته مش بينشف الوش اللي بس هو الاقراص اللي احنا بنتكلم عليها التابلتس بينشف الشفايف والجسم طبعا وتلاقي ممكن اب تو ان الشفايف تشقق تبتدي تشقق فبالتالي فانت محتاج ان انت تعمل كريمات ترطيب دايما بالظبط للمنطقه نفسها اهم حاجه يا دكتور ان البنات او الستات هم بيعملوا يبقوا عارفين الحاجه الحقيقيه وما تبقاش رايحه ورا الحلم وورا الكلام الوهمي لانه يعني في الاخر في واقع ما ينفعش ان انا هدخل واحده اطلع واحده تانية بس انا هطلع انا بشكل احلى طبعا وهي ثقافه فكره ان احنا رايحين بنهتم بنفسنا ومفيش علاج بين يوم وليله هي مش مكنه سحريه هنمشي على علاجات وننتظم عليها هنلاقي نفسينا مره ورا الثانيه ورا الثالثه احنا بنتحسن المهم ان انت تبقى رايح مصر مليانه ما شاء الله دكاتره كويسين في وسائل علاجيه متصوره كتير دلوقتي وبرودكتس ومنتجات فعلا معتمده دوليه وكبيره اوكي نبتديها نمشي بانتظام هنلاقي في الاخر نتيجه وربنا يكرمنا ناخد دلوقتي نعملها الفيتامينز زي هنعملها بلازما للشعر وهنعمل اي بي ال اللي هو العلاج الضوئي بتاع البشره اللي احنا قلنا بتاع الحبوب اثر او الحبوب بمعنى اصح حتى لو هي ما عندهاش حاجات كتير او حاجات بسيطه شويه دهون خفيفه تحت الجلد انا بتكلم ان هو بشكل عام للحبوب هنبتدي بالكورس بتاع الحبوب فكره العلاج الضوئي بعد كده بعديها باسبوع هيبقى في تقشير الحبوب ده بالنسبه للبشره ده اللي هيتعمل لمنا دلوقتي والبلازما بتاعت الشعر زي ما احنا اوكي يلا بينا يلا بينا اوكي احنا دلوقتي معانا منا وبنتكلم على العلاج الضوئي اللي بيتعمل للبشره عشان اثار الحبوب على فكره وليه استخدامات تانية كمان بخلاف موضوع الحبوب موضوع التصبغات موضوع النضاره ساعات كمان بيبقى ليه علاقه بازاله الشعر العلاج الضوئي ده استخداماته كتير قوي هو قد ما هو التول يا منا بسيطه قوي قد ما هو ليه اطوال موجيه للضوء نفسه بيستغل في حاجات كتير قوي طبيه على مستوى البشره وبيفيد جدا 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 البشره دلوقتي هنمارس مع ممكن نلبس بس اتفضلي انا نفسي النضاره دي مش عشان حاجه لا هو طبعا النضاره دي عشان بتحمي الناس اللي شغالين سواء الدكاتره المساعدين المرضى من ان الضوء ده نفسه يوصل للعين فيأثر على الشبكيه ممكن هنشوفه دلوقتي الدكتوره شغاله بليز يا دكتور اتفضلي هنشوف مع بعض حتى الجلسه بتتم ازاي في شويه لسعه كده ممكن تكون موجوده هي من نوع اللي ممكن نستحملها بس ايه كمان ممكن ان احنا بنحط ساعات احنا دلوقتي كنا في تصوير مش حاطين مخدر موضعي طبعا بتبقى كمان ايه الجلسه بتاخد لها حوالي 5 دقائق 10 دقائق بتفرق من بشره للتانيه بس كده احنا مش محتاجين اكتر من كده ممكن نشتغل بعد كده وقت معانا بس عشان البرنامج هنعمل كمان لسه بلازما للشعر منا احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا بدون خوف خالص نريح دماغنا احنا دي جلسة البلازما هتتعمل لفروة الراس بيبقى عن طريق حقن طبعا زي ما انتم شايفين هنا السيرنج حاجة صغيرة جدا السن بتاعها حاجة بسيطة طبعا بيبقى دهنين مخدر موضعي كمان في بعض الحالات اللي بيبقوا حساسين قوي بنحط لهم حاجات لفروة الراس عشان حتى الشكة الخفيفة اللي بتتعمل دي ما تبقاش محسوسة قوي لكن طبعا هي دلوقتي من اكتر الحاجات اللي كل البنات بيعملوها عشان يستفيدوا بعوامل النمو اللي موجودة جوه الصفائح الدموية اللي موجودة جوه الدم ودي بتتعمل جلسات زي ما احنا عارفينها بنبتدي الجلسات دلوقتي الحقن لفروة الراس زي ما احنا شايفين هي اصلا بتبقى بالنسبة لها مش مؤلمة خالص او حتى لو في تبقى شك خفيفه قوي بنقدر ان احنا نستحملها وزي ما احنا شايفين هي بيتم الحقن ايه على مسافات ما بين كل واحده والتانيه ايه سنتي بس كده بيتم الموضوع في 5 دقائق يعني وبنعيد تاني ايه الحقن ده زي ما قلنا ونكرره ما بين كل جلسه والتانيه 3 اسابيع شهر بس كده